الطفل اللي في مرحلة إعدادي اللي برضو قدم بلاغ عن محاولة هتك عرضه برضو أثناء يعني ركوبه لواحدة من سيارات هذه التطبيقات؟ طبعا هي واقعة مؤسفة، سواء في شركة ديدي هنعرض برضو شركة ثالثة في الواقع. الشركة الثالثة، أنا قلت لحضرتك الثلاث شركات للأسف النهاردة عندنا في حوادث مؤسفة كمان. الواقع الطفل اللي تم التحرش بيه برضو هنعرض وجهة يعني أقوال السائق برضو لغاية ما تثبت الأجهزة الأمنية صدق أو كذب روايته. الطفل في البداية قال إن هو كان عائد من مدرسة، من مدرسته في منطقة أبو النمرس، كان مستقل السيارة الأجرة تبع شركة ديدي برفقة أربعة من زملائه. هم في الطريق نزل كل واحد قدام بيته في منطقة أكتوبر، وفضل الطفل معاه لوحده مع السواق. على حسب أقوال الطفل إنه كان هو قاعد مع ثلاثة من زمايله في الكرسي الخلفي، السواق قال له طب ما تيجي تقعد جنبي وتونسني وإحنا ماشيين في الطريق. بالفعل الطفل خدها بمبدأ حسن النية وقعد جنب السواق. بدأ السواق يحسس بإيده على منطقة صدر الطفل. الطفل حس انه في حاجه غلط بتحصل، طب انت بتعمل ايه؟ للاسف السواق تمادى، مسك ايد الطفل عنوه ووضعها على مكان حساس بيه. تمام. الطفل هنا كان ذكي شويه، ما حاولش يستغيث او حاول ينط من العربيه لانه المكان كان خالي. قال له طيب نوصل بس اي مكان قريب واعمل اللي انت عاوزه. الطفل كان عارف مداخل ومخارج المنطقه كويس، طلب منه انه يخش كومباوند من بوابه معينه. الطفل يدرك انه وجود افراد امن اداري كتير في المنطقه دي فيقدر يستغيث ويساعدوه. طبعا. لما دخل الافراد الامن استغاث بافراد الامن وتم القبض على السائق. هنعرض برضه اعترافات السائق. اتفضل. السائق قال ان هو ما عملش اي حاجه، وانه سبب الخلاف انه الطفل كان بيمزح مع زمايله هم الاربعه قبل نزولهم، وبعد نزولهم بيقول له ما تهزرش معاهم الهزار ده. يعني ده هزار تقيل وانتوا طلبه والكلام ده. فحدثت مشاده كلاميه بين الطرفين. السواق بيقول ان انا اتفاجئت ان هو بيتهمني ان انا تحرشت. يعني هو بيقول ان الطالب يعني بيتبلع عليه. بالظبط. طبعا التحقيقات هي اللي هتكشف التفاصيل، يعني التحقيقات طبعا هي اللي هتكشف كل التفاصيل، لان احنا بنتكلم ده برضو مش طفل صغير علشان يتخيل سيناريوهات معينه، ده برضو عنده 15 سنه، فهو حد واعي كويس جدا.